يسعد اوقاتكم مشاهدينا الكرام من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. اليوم خصصت هيدي الحلقة من برنامج ورا الكواليس لنتحدث عن امرأة صاحبة ايادة بيضاء، صاحبة انجازات، سيدة اعمال اعلامية وصاحبة جمعية خيرية مرهفة الاحساس. لورين ساسين سفيرة المجلس الاوروبي العربي لتعدد الثقافات بلبنان بتمد يد العون لجميع المحتاجين دون التمييز لا بالطائفة لا باللون ولا بالجنسية. ومن موقعها الإعلامي بتسلط الضوء على البشر المحتاجين وبتعلي الصوت مع أصحاب القرار ورجال السلطة. فاصل ونواصل. خلينا نشوف لمحة عامة عن إنجازاتها. خبرينا أكثر عن نشاطاتك بحقوق الإنسان وبالمساعدات وبأوضاع الناس بالفترة الأخيرة بظل ازدياد الفقر. اليوم أول شيء شكراً على استضافتكم. أنت بتعرفي أنه نحن بداية عم نشتغل بلبنان على المساعدات على أخواتنا اللي محتاجين، بس اليوم بظل هالظروف اللي طرقت بالزلازل اللي حصلت بسوريا وتركيا أخذت الضوء أكثر للمساعدات. اليوم نحن كمجلس أوروبي عربي لتعدد الثقافات ببروكسل كوني سفيرتهم أنا بلبنان، اليوم عملنا فريق إنقاذ مثل ما بيقولوا نحن والدفاع الإيطالي، وتوجه من مجلسنا الدكتورة نسرين شعبان إلى أنطاكيا مع الوفد الإيطالي، وهنيك كمان يعني اهتمينا نصبنا الخيام، اهتمينا بالمساعدات الطبية، المواد الغذائية، كمان بالمادية، وكانت الحياة مأساوية يعني على هالأطفال. أكيد بظل هالحلقة رح يمرق بعض الروبورتاجات عن هيدا الموضوع، ونحن اليوم بصدد كمان حملة تانية رح نقوم فيها مع القوات الإيطالية، كمان طيارة تانية رح يترأس إن شاء الله علي رئيس المجلس المستشار محمد الشومري، وكمان يعني الطيارة اللي سبقت كانت مع الدكتورة نسرين شعباني نائبة رئيس المجلس. وكمان هون بدي أتشكر الكل اللي اتكتفنا وندينا ودبينا الصرخة مثل ما بيقولوا كلنا سواء كان دكتور دوريد محمد مدير مكتب المجلس بإيطاليا وأستاذ علي جفال، دكتورة نسرين، كل المجلس، مستشار محمد الشومري وأنا من لبنان، كثفنا الجهود بالتنسيق مع كمان جمعية لحظة الحقيقة، وإن شاء الله رح نقدر نستمر كمان إن شاء الله تنعطي مساعدات أكثر. ما قلنا بجميل هذا واجباتنا كواجبات إنسانية تجاه أخواتنا. ست لورين، شو رأيك بالوضع الاقتصادي اللي عم بمر فيه الوطن العربي؟ اليوم الوطن العربي هو عم بمر بزلزال اقتصادي، يعني ما بكفي زلزال الأرض، كمان عم بمر بزلزال اقتصادي. اليوم الوطن العربي بظروف صعبة كتير وبأيام صعبة، ويمكن أنا متأسفة أقول إنه يمكن رح يكون بعد عنا أيام تاني أصعب رح نمر فيها، بس مثل ما بيقولوا لبنان مثل طائر الفينيق، يعني لابد ما نرجع نقوم، وعلى أمل أن يستفيقوا السياسيين كمان. هل الجمعيات الخيرية بتقدر تساعد جميع الفقراء؟ يعني عم نلاحظ أنه عم بيزيد عددهم. لكن الجمعيات الخيرية ما بتقدر تقوم محل الدولة ولا بتقدر تعمل أحصى على كافة أراضي الوطن، لأنه هي منا دولة منا وزارة، بس ولكن هي بتقدر تشيل 50% 60% من الصعاب اللي عم بيمروا فيها الناس بظل هالظروف الصعبة. كيف عم بيتم توزيع المساعدات؟
نحن عنا داتا بالناس اللي هي بحاجة، وللأسف ما بقى فينا نقول إنه عنا داتا لأنه كل يوم عم نشوف الوضع متأزم، ودائما نحن عم نشتغل كمان على المؤسسات التربوية، عم نشتغل على ذو الاحتياجات الخاصة، عم نشتغل على دار المسنين، دار الأيتام، عم نحاول دائما نكون موجودين معهم. هلا عنا حملة نحن والمجلس الأوروبي العربي لتعدد الثقافات، كمان استاذ دوريد مشكور لبناني هو اللي ما بينسى وطنه أبدا لشهر رمضان، إن شاء الله كمان نقدر من هيك يعني نعطي بلسم شوي لجراح الناس إن شاء الله. ست لوريت، برأيك غياب المعنيين بيأثر بنفسية الناس؟ يعني الناس هي محقوقة، ما بدنا نحكي سياسة، بس نحن رجعنا انتخبنا هيدا الطاقم وللأسف لازم نتحمل مسؤوليته، بس لا يمنع أنه على الدولة أنها تشوفها في اليوم في حقوق الإنسان. مين مسؤول عن حقوق الإنسان؟ أنا الجمعية مسؤول الدولة عن حقك تأمن لك كل احتياجاتك تتعيشي بوطن له كرامة. انت بتدفعي للدوله الضريبه، بتدفعي للدوله شو عليك كل جمرك، بتدفعي سيارتك، بتدفعي كل شيء للدوله لانك انت كمواطنه بتعملي حقك كوطن، وعلى الدوله انه كمان هي ترجع ترد لك هذا الحق. مزبوط. بس للاسف ما انه موجود عندنا بلبنان للاسف. ست لوريت، عم نلاحظ هذه الفتره انه عدد الانتحار عم بيرتفع جدا، شو رأيك بهذا الموضوع؟ اليوم عدد الانتحار عم بيرتفع جدا نتيجة عن السوق، الوضع اللي عم بيصير بلبنان وعلى آفة المخدرات. اليوم عم نشوف الشباب عم بيلجأوا على آفة المخدرات. أنا بتمنى على كل المؤسسات وكل الجمعيات إنه نعطي توعية حول آفة المخدرات وحول الوضع المعيشي. مش معناتها إذا اليوم علينا دين أو اليوم المعيشي صعبة إننا نوصل لأنه ناخد مخدرات أو أنه ننتحي. نحن كمان بالمجلس الأوروبي العربي لتعدد الثقافات عملنا محاضرات ببروكسل كتير حول آفة المخدرات، وهلأ قريباً عنا ضمن البرلمان الأوروبي مؤتمر ضخم، وأكيد أنا بصدد تحضير بلبنان لمؤتمر كمان ضد آفة المخدرات. كونك سفيرة للمجلس الأوروبي لتعدد الثقافات بلبنان، ممكن تخبرينا عن الجهوزيات بغرفة العمليات يلي قام فيها المجلس خلال الزلازل؟ والله يعني استنفرنا كلنا، كل أعضاء، كل سفراء المجلس في كل مكاتب الدول العربية والدول الأوروبية، وعملنا اجتماعات يعني تقريبا كل أسبوع أو كل يومين، اتصالات إن كان واتساب ولا اتصالات عادية ولا على الزوم، حتى عملنا جهوزية تامة ودبينا الصرخة لمعارفنا وأصدقائنا وجمعياتنا والدول المكاتب اللي هي موجودة فيها، وكان تلقفنا من دكتور دوريد عمل كتير اتصالات، وبعدين أمنا هالمساعدات من الناس الخيرة، وعملنا بروتوكول مع الفريق الإيطالي وتوجهنا نحن وياهم. شو أكثر شيء أثر فيك خلال هذه الفترة؟ اللي أثر فيني خلال هالفترة أنه هالمشاهد اللي شفناها وهالمشاهد اللي نقلتها الدكتورة شعبان، نسرين شعبان اللي هي نائبة رئيس المجلس، ويعني هالأطفال، هالعجزة، هالناس، يعني عن جد أنه ما بيكفي هالوضع اللي عم بيمر على كل الناس كمان فعملنهم زلازل. كمان الوضع لبنان، نحن كنا عم نعمل مساعدات كتير بلبنان، بس ولكن وقت اللي حصلت هالأزمة صوبنا الاتجاه على المحل اللي هو أكثر بحاجة حاليا. كيف عم بيتم البروتوكول التعاون بين المجلس وجمعية لحظة الحقيقة؟ البروتوكول التعاون بين جمعية لحظة الحقيقة، كونه جمعية لحظة الحقيقة هي جمعية لبنانية لا تبخل ربح أكيد، أنا سفيرة المجلس الأوروبي العربي لتعدد الثقافات بلبنان، ما في شيء بيمشي لوحده إلا بده يكون في تكاتف. الشجرة لما بتزرعيها بتعطي أغصان وبتمتد، ونحن هيك يعني بنمتد من جسور الأعضاء اللي موجودين بالمجلس الأوروبي، ونحن وياهم عم نقدر نقوم هالحملات اللي عم نقدر نساعد فيها الناس، إضافة لبعض كمان الأشخاص، لبعض الاغتراب، ما فينا ننكر الاغتراب اللبناني قديش عم بيساعدنا وقديش عم بيدعمنا.
إذا حدا من المشاهدين أو حدا بده مساعدة كيف بيقدر يتواصل معكم؟ بيقدر يتواصل معنا عبر صفحاتنا على التواصل الاجتماعي، إن كان لجمعية لحظة الحقيقة أو للحقيقة نيوز أو للمجلس الأوروبي العربي لتعدد الثقافات، واللي بيحب يتصل فينا هو بيقدر يتصل فينا على 81 20 79 79. بختام هيدا الحلقة شو بتوجه رسالة أخيرة؟ بدي وجه رسالة أخيرة إنه دايماً ما نفقد الأمل، ودايماً نقول إنه ما نقول عنا هم كبير، دايماً نقول عنا رب كبير. بظل هالظروف الصعبة بدي أتمنى على كل الاغتراب وكل الميسورين إنن يحطوا إيدهم معنا ويساعدوا كل الناس، إن كان من تركيا ولا من سوريا. العمل الخير ما له هوية. وبدي أشكر كل فريق لحظة الحقيقة، وبدي أشكر كل المجلس الأوروبي بكل مكاتبه وعلى رأسه رئيس المجلس محمد الشومري. وكمان يعني نحن بالتعاون مع المركز الوسطي للتوعية الفكرية كمان عم ننسق معهم، وهني كمان موجودين معنا على الأرض، كمان منوجه التحية من عبر شاشتكم. وميرسي لكم لأنكم دايما بتستضيفونا ودايما بتضوا على الأمور اللي بتخص الناس. وبدي أشكر وجودك معنا بهذه الحلقة، وشكراً لسعيك دايماً للوطن ومحبتك للوطن، دايماً بتقدم أكثر ما فيك يعني. لأنه دايماً بقول أنا شغلي إنه القليل من عندك كتير عند غيرك، وأصلح نفسك تصلح دولتك. الإنسان بده يبلش من ذاته لنقدر نصلح المجتمع. شكرا لحضورك معنا ست لورات بهيدي الحلقه، وشكرا لكل المشاهدين يلي كانوا عم يحضرونا. لكل يلي بحب يتبرع للجمعيه الارقام عم تظهر هلا على الشاشه. الى اللقاء.